فصل: سوء الظن بالمسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الفصل المتعلق بسوء الظن بالمسلم هذا فصل مهم جدا، والمسألة المبينة هنا تعتبر من المسائل المهمة الكبيرة في صلاح القلوب، في صلاح القلوب وزوال كثير من الغل والحقد والضغائن والعداوات والبغضاء والشرور والتفرق الذي يكون بين الإخوان وبين الزوجين وبين الأسر بين الجيران، بين كثير منها فيها خلل في هذا الجانب. ولهذا أدعو نفسي والجميع إلى أن نركز في فهم هذا الفصل، مهم جدا، وعلاقته في إصلاح القلوب، لأن الظن هذا أمر في القلب. الظن سواء كان ظنا حسنا أو ظنا سيئا هذا أمر في القلب، ثم ينبني عليه ما ينبني ويترتب عليه ما يترتب. اقرأ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أشياء رتب بعضها على بعض وينبني بعضها على بعض. إذا ساء ظن المرء في أخيه تولد من إساءة الظن فيه التجسس عليه حتى يؤكد ويحقق هذا الظن الذي عنده، فيولد عنده التجسس. وإذا وجد فيه التجسس تولد من التجسس الغيبة: أنا رأيت فلان وتتبعته بنفسي وفيه كيت وكيت، ويبدأ يدخل في الغيبة فيتولد بعضها من بعض. وجاءت هذه في سياق تقدمه قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فمن أجل رعاية هذه الأخوة يجب أن تتجنب هذه الأشياء التي منها سوء الظن بالمسلم. الآن لو تنظر في كثير من المشاكل بين الأصدقاء، بين الزوجين، بين كثير منها فيها سوء ظن، كثير منها، فتش وترى ذلك، كثير منها فيها سوء ظن، يظن في أخيه خلاف الحقيقة التي عليها أخي، أو يوسع الظن، يكون الخطأ الذي حصل من أخيه قليل جدا لكنه يسيء الظن به فيجعل حجمه كبيرا، مثلا يغلط عليه غلطة يسيرة جدا فيسوء ظنه به. يقول له مثلا، أنا أحدثكم عن واقع موجود، يقول له مثلا: هذا ما قال كذا إلا عن حقد، وفي نفسه علي كذا، ويبني أشياء كلها مردها إلى سوء الظن، ثم تكبر المشكلة وتنفر النفوس ويوجد التباغض. انظر إلى كثير من الشقاق والعداوة والفرقة وإلى آخره، تجدها في هذا الأمر. ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير من هذه الظنون، وأن هذا كذب، فإنه أكذب الحديث. ومثل ما أن المرء في نفسه ما يرضى أن يظن به أخيه ظنا على خلاف الواقع، فليكن كذلك وليمنع نفسه من الظنون السيئة، وليلتمس المحامل الحسنة لفعل أخيه أو لقول أخيه، يلتمس المحامل الحسنة حتى ما يدخل على قلبه الدواخل التي تفسد بين الأحبة وتفرق بين الأصحاب والإخوان. وأدعو حقيقة إلى أن نتأمل في النصوص والآثار والمعاني المذكورة هنا، فإنها مفيدة
نافعة وهي من موجبات الصلاح، صلاح النفوس وزكاء القلوب وأيضا ذهاب الشرور عن المجتمعات وبين المسلمين. نعم.